ما هو الفرق بينكم وبين ما هو شائع اليوم مما يشتكي منه المواطن؟ واش حتاش نتوما ملي غيجي وقت الصلاه غتوقفوا الخدمه وتمشيو تصليو؟ ما باليش الصلاه مزيانه خصكم تصليو في الوقت ديالكم، ما عندي ما نقول، ولكن هذا واحد الحاجه في النهايه كتبقى بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الناس باغيين يشوفوا هذه المرجعيه ديالك اثرها عليهم هم، ليس عليك انت عند الله، هذا عليك انت عند الله، ما تقدر تعرفوا حتى تمشي انت عند الله. حتى هنا ما نقدروش حتى نحكموا عليك، لاش فداك تصلي نعطيوك 19 على 20؟ ما نقدروش، ما عرفناش واش الصلاه ديالك مقبوله ولا مقبولاش، ولا الصيام ديالك مقبول ولا مقبولش، الله اعلم.